الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي في ابطال اوروبا 2017.
الجناح الدفاعي، هذا الخط الدفاعي، لانه سان جيرمان يلعب من سيناريو بايرن ميونخ ومشى لاتاك وعنده القدره في كل لحظه يحط البارسا في الركن ويسجل الكامب نو. الركنيه الراسيه، الكره تمشي، درجه خطيره، جول طولة الشامبيونز ليج للشباب، كره خطيره، جول كافاني السفاح، البيستولير ايديسون، ايديسون البطيخة وليس بطيخة، كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة، 3-1 ايديسون كافاني، الفرحة تنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت، مش ممكن على هدف، كرة قاضية هي اللي يستناو فيها، امري المسؤول على وصول النتيجة 3-0، امري هو المسؤول لأنه الفضل لعب وركل الدفاع، واليركل الدفاع عبارة انتحر، عبارة صحة على وثيقة اعدامه، بنهار بدنية، ممكن نهار بدنية، اهرب كافاني، كافاني جول، كافاني جول، خلص 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 خلص، ما خلصش ما خلصش، تير شتاجن بسبع ارواح، تير شتاجن بسبع ارواح، كافاني يساوي ملايين الآن، كافاني يساوي ملايين، هذه الهربة وسجل في كل مباريات الأوروبية هذا الموسم، يمشي ميسي حتى لا الليو كادي شعل الربع ساعة الأخرى. على فكرة برشلونة للمرة 15 يلعب ضد فريق فرنسي في الكامب نو، وفي ال 15 ماتش تذوق من شباك الفرنسيين. 15 يمشي ليو ميسي، خطيرة والراسية والرباعية ممكن الله، هناك الحكم رفع راياته، الحكم رفع ايديه في الحقيقة ومساعد رفع الراية على أرتا توران. حاول باريس سان جيرمان كسر شوية الريتم، يطيح في ريتم برشلونة اللي طاح بتبيع كبر، ولنا 3-2 يارب، دي ماريا خلص خلص خلص، دي ماريا مش ممكن، الحبية للبي جي في هذا الموسم، يمشي نيمار حتى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو، ما هذا ما هذا، من أين لك هذا، من أين تعلمت هذا، وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا، سامبا دي جانيرو، رابع رابع للتقرير تكتب كرة تدرب، هوني يمشي ميسي، ميسي خطيرة، مش ممكن مش ممكن، ضرب جزاء مش ممكن، ضرب جزاء، إنه الزلزال، الخمسة تقرب، الخمسة تقرب، يا الله ماذا يحدث، يا الله على الكامب نو، يا الله على ليالي برازيلي، نيمار جول 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 خمسة 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 واحد، لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل 4-5، 5-1 ولعت شعلتهم، مازالت كورة، هو نيمار باش يضرب، نيمار يوزع، نيمار جول 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 جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة، دقيقة 87 النتيجة 3-1، البارسا يحتاج الثلاثة جوال، فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو، الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنتولوجية، تاريخية تاريخية تاريخية، 6-1 6-1، يا الله يا الله على زلزال الكامب نو، هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن ماذا حدث بالكامب نو، البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود بأربع صفر قدام بي جي لن يخرج بدون لقب الأذنين يا إمري. شوف الكرة الأخيرة، فماش تسلل، فما تسلل ما فماش، هنا الصورة، هنا الصورة، شوف في مباراة تاريخية، وانتهت المباراة، انتهت المباراة، أربع دقائق مجنونة، لا يفعلها إلا البارسا، لا تفعلها إلا الأسطورة، لا يفعلها إلا الأساطير، 6-1 يا إنريكي، نعم، نعم الريمونتادا التاريخية لم تحصل أبدا ولن تتكرر أبدا، البارسا الذي خسر في باريس 4-0 رجع 6-1 عن طريق سيرجي روبرتو، الباريس سان جيرمان خسر التأهل في الدقيقة 87، خاسر 3-1
مش ممتع لمباراة مجنونة. الترشح هرب في 3-0 لبارسا، كبر 3-1 لكافاني، ولكن بعد في 5 دقائق أخيرة انهار كابتن تراب والرفقاء. باريس سان جيرمان يغادر بطريقة دراماتيكية، البارسا يربح ماتش أسطوري، وهذا جمهور كاتالونيا يغني بارسا بارسا بارسا. الريمونتادا يقدر عليها بالفعل إلا الكبار. البارسا اليوم كتب تاريخ في 60 عام. 60 المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا.